أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن المدارس كانت ولا زالت تشكل ركيزة أساسية لاكتشاف المواهب في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، مضيفا سموه أن المدرسة تعتبر القاعدة الأساسية التي ينطلق منها اللاعبون واللاعبات لمختلف الأندية والمنتخبات، وهو ما يعزز من أهمية تنسيق الجهود المشتركة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية والتعليم. جاء ذلك لدى لقاء سموه بسعادة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة بمكتب سموه بقصر الوادي، بحضور الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة. ورحب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بسعادة وزير التربية والتعليم، مشيدا سموه بالدور البارز الذي تقوم به الوزارة في تنظيم الأنشطة الرياضية وإبراز المواهب. وبحث سموه مع سعادة الوزير إقامة عدد من البرامج والمبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير الرياضة المدرسية بما ينعكس إيجابا على مخرجات الحركة الرياضية. من جانبه أعرب سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة عن اعتزازه بالدور الهام الذي يقوم به سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للنهوض بالقطاع الرياضي من خلال سلسلة المبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئة العامة للرياضة، مؤكدا حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع الهيئة في تطبيق المزيد من الأنشطة التي تسهم في دعم القطاع الرياضي.